زينات. يا زينات ده موضوع مش بالسهل، مش هيتحل في يوم وليله. انت عارفه ده زي ايه؟ زي ما يكونوا بيدوروا على ابره في كوم قش. مفيش فايده يا نبويه، انا بدايت خلاص. التجار مش ممكن يستنوا على فلوسهم شويه؟ وبعد ما يستنوا يحصل ايه؟ يكون ربنا فرجها يا زينات، يمكن البوليس يعتر عليه. يعتر عليه؟ انت لسه قايله دلوقتي بعضمه لسانك انه ابره في كوم قش، والتجار عايزه فلوسها عشان يمشي حالهم. اعمل ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هنتصرف ازاي؟ مفيش غير اني ابيع المحل والعربيه. والشقه دي تقدريها مفروش، ومن فلوسها تعيشي منها. انت فاكره ان تمن المحل والعربيه يكفوا؟ ده انا لو بعت الشقه كمان مش هقدر اسد ديوني. شوفي يا ست الستات، انا هدفع المبلغ اللي انت تقول عليه. انا ليا طلب واحد عندك يا حاج. انت تؤمري. العمال اللي هنا ما ينقطعش عيشها، هما مالهمش ذنب، انا اللي جنيت عليهم. وانا من امتى يا بنت الحلال كنت بقطع عيش حد؟ انا ان شاء الله هشتري المحل بعمال. كتر خيرك يا حاج. وانت ناويه تعملي ايه؟ مش عارفه، تهيألي بقى هرجع شغلتي القديمه. عموما لو نويتي المحل كله تحت امرك، والبضاعه اللي انت عايزاها شيلي ولا يهمك، وفي اي وقت تحبي تدفعي ابقي ادفعي. ربنا يكرمك ويبارك لك فيه. يا دين النبي، خبط منها الفلوس دي كلها على كده بقى؟ عيني ما بقاش عليها حاجه. امال يعني رجعت تشيل الشنطه دي ليه؟ عياقه بقى. انا عشان شويه هلاهيل اتحبس سنتين، والجدع ده يخبط منها ارنبين ونص وسايبينه برطع ويعمل اللي هو عايزه، محدش بيقول له انت رايح فين ولا جاي منين؟ بالذمه ده عدل يا معلم. حقيقي تبقى ببقك وتقسم لغيرك، تصدق بالله لا اله الا الله. انا كنت خلاص حشان كلها بعد جوزها الغني ده بعد عنك متاكل. بقت كل ما تيجي هنا تزور الجيران توقف العربيه وتشاور لي اروح انا رايح لها، تفضل تقول لي كلام يا زينهم، ابقى فاهم هي عايزه توصل لايه. وفضلت اتقل لحد ما هي قالت لا ده ملوش ميل. في الوقت ده دخل صاحبنا خدها في عيبه واكلها الاونطة ولهف منها القرشين وقال لها امك في العيش ولا طار. يعني لو كانت اتجوزتك انت ما كنتش هتغدر بيها، وما يهونش عليك ترجع تشيلها الشنطة من تاني. انا سيب مراتي تتبهدل كده برضو؟ انا راجل حر ودم حامي. طب ايه رأيك انا سايب نسواني التلاتة في البيت، مفيش واحدة منهم تستجري تخط بره عتبة الأوضة بتاعتها غير لما تاخد الإذن مني. طبعا انت راجل يا معلم، راجل ودمك حر. جيت الحق يا معلم بقى، هي بصراحة كده خسرتك وخسرتني. طب خسرتني أنا؟ آه خسرتك أنت ليه بقى؟ وأنت اللي سرقت منها الشنطة اللي كان بتاكل منها عيش، ده شغل مرجالة برضو؟ الله 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 الله، ولازمته ايه الكلام ده يا معلم فتوح؟ الحق محدش يزعل منه يا زينهم. قصدك ايه يا معلم؟ قصدك ان انا حرامي؟ ده انت شيخ منصر مش حرامي. تصدق انك ولا مؤاخذه بقى راجل رمه وما تختشيش. انا رمه صايع رد السجون؟ انا الحق عليا اللي صالحتك وخليتك تيجي تقعد في القهوه تاني. يلا يلا غور من وشي قبل ما اجيب لك البوليس ياخدك على جبل الطور. مش قبل ما اجيب لك انا عربيه الاسعاف تشيلك من هنا يا فتوح. هي حصلت يا زينهم؟ طب خد. الله يحرقك يا فتوح. مش قادره يا ابويا بقى، خلاص زهقت، مش قادره على المرمطه دي. من والله ربنا يجازيه اللي كان السبب يا رب. صدقي وتؤمني بالله انا ساعتها ابقى ماشيه في الشارع يتهيأ لي ارمي الشنطه وهج، بعد ما دقت طعم الراحه ارجع تاني يا ربي للبهدله دي. معلش يا زينات، معلش يا حبيبتي، ايه اللي في ايدينا نعمله؟ ادي الله وادي حكمته. ده غير بقى عرف الزباين كل واحد يتدب في عينه رصاصه، بيتهيأ لهم يا اختي ان الواحده لما تكون محتاجه تبقى سهله، مش عارفين ان اللي محتاجه دي ممكن تاكل لقمتها بشرف. هو في ايه يا نبوي؟ الناس بقت وحوش كده ليه يا اختي؟ تعرفي يا زينات، انا نفسي ومنى عيني اخمض عيني وافتحها الاقيكي في وظيفه ثابته بما هي كل اول شهر. هي فين دي يا اختي؟ يا ريت. ويا ريت ليه؟ الشغل موجود بس انت توافقي.
وما قلتليش الحكايه دي من زمان ليه يا حمدي؟ ايوه يا ابني، اديك شايف بهدلتها كل يوم. قولي لي أب، انت عايزه تشتغلي ايه بالظبط؟ اي حاجه تنجدني من اللي انا فيه ده. اطمني، انا معارف كتير واتمنوا يخدمني. وانا كمان جودي له معارف كتير قوي. يا اختي خليه يدور له على شغلانه احسن من اللي هو فيه. اقصى عليك يا ماما، هي شغلانه المحاسب وحشه؟ ما هو بيشتغل ليل مع نهار وسايبك في البيت لوحدك. يا ماما الناس كلها كده، مين دلوقتي مرتبه بيكفيه؟ انما انت يعني انا كنت فاكر ان انت مبسوطه في الشغلانه بتاعتك قوي وبتكسبي منها كويس. الفلوس مش مهمه يا حمدي، المهم ان انا الاقي شغلانه ما يكونش فيها بهدله وتبعدني عن قرف الناس وبلاويهم. ايوه يا حمدي، شوف لها الموضوع ده يا ابني. حاضر حاضر يا ماما. خلاص طمني يا ابله، ما دام حمدي اخويا وعد يبقى هتشتغل. ده اخويا وانا عارفاه. وانا مش هنسى لك الجميل ده عمري يا حمدي. ما تقوليش كده يا سناد، انت الجمالك مغرقانه. يا سناد تعالي تعالي. اتفضلوا يا حمدي بيه. اشتغلتي فين قبل كده يا مدام زينات؟ انا كنت صاحبه محل. يا فؤاد جرايه، انت تشتغل في المباحث ولا ايه؟ ما انا احكي لك على كل حاجه. ايوه مظبوط، مش هي برضه اللي اتنصب عليها؟ يا فؤاد انت هتقلب عليها المواجع من تاني. هو انت تفتكر يا حمدي ان انا هقدر انسى اللي حصل لي؟ طبعا لا. طب يا ترى عندك فكره عن نشاط الشركه؟ في الحقيقه هو حمدي حكى لي شويه كده، لكن عايزه حضرتك تقول لي بالظبط يعني انا هتكون وظيفتي ايه. دي شركه لاستيراد الاجهزه الالكترونيه. تعرفي في الكمبيوتر؟ في الحقيقه لا، بس اتعلم. يا ريت يبقى احسن، انت عارفه كل حاجه دلوقتي ماشيه في الدنيا بالكمبيوتر. شوف احنا بنستورد احدث اجهزه الكترونيه وعندنا موظفين بيقوموا بتسويق الموديلات دي على الشركات. في نظير ايه بقى؟ ده في نظير مرتب وعموله، طبعا دول بيزيدوا كل ما زادت الخبره، لان ده معناه ان التسويق راخر هيزيد. لازمت ايه رايك؟ انا عندي خبره في الموضوع ده. كنتي بتوزعي الشركات؟ شوف يا فؤاد بيه، انا ست بقالي تقريبا 10 سنين في السوق. الزبون هو الزبون، سواء غفير وزير مصلحه شركه، في الاخر هو الزبون ومعاملته واحده. لا هيله بالفعل كده، اللي بيبيع اهم من اللي بيشتري. مهم كمان مدام زينات انك تتعلمي كمبيوتر، لانه هيوفر عليكي حاجات كتير قوي، ومن خلال الانترنت هتقدري تتعرفي على حركه السوق في العالم وايه الجديد فيه. طبعا طبعا، انا مش بس هتعلم كمبيوتر، لا ده انا ناويه ان شاء الله هتعلم لغات فرنساوي وانجليزي. انا عندي ايه دلوقتي غير شغلي؟ والنادل اللي هرب مني. اخ يا الجات الحزينه تفرح ما لقيت لهاش مطرح. انت هتقعدي تندبي لي؟ امال هعمل ايه بس؟ اتصرفي. اتصرف؟ اتصرف ازاي يعني؟ من الفلوس اللي معاكي. الفلوس اللي معايا ما صرفتها كلها عليه. صرفتي عليا ايه؟ خلاص بقى كل واحد يروح لحاله. يوم سبتي اخص عليك، اخص عليك يا ماجدي. يعني ايه متجوزني بقى عشان خاطر فلوسي ولا ايه؟ انت حسيتي بكده؟ طب ده انا عمري ما حبيت واحده لله في لله الا انت. حقيقي حقيقي يا ماجدي، الكلام اللي بتقوله لي ده بتقوله لي من قلبك؟ الا حقيقي، وحياه الاربع بيوت اللي عندك انا بحبك لله في لله. يا ريتهم كانوا خمسة. Thank you.
احدث جهاز نازل في السوق. بص بيسجل 500 رقم واسمعهم. مش بس كده في كمان كالكوليتر. بص وده سعره كام؟ عشان خاطرك انت 2200، بس ده هينزل في السوق ب 2350 على فكره. وعلى كده بقى معمول له دعايه كويسه. ده عامل شغل جامد قوي في الصين، واحنا كمان مجهزين له حمله دعايه كبيره جدا هتنزل في السوق. وطريقه الدفع هتبقى ازاي؟ دي بقى تتكلم فيها مع فؤاد بيه. هو حضرتك مش بتقول انك قبل كده اتعاملت مع شركتنا؟ ايوه ايوه، ده فؤاد بيه ده حبيبي. طيب خلاص، انت بس اكتب لي كل طلباتك وانا هعرضها عليه. اوكي. برافو يا زيزي. لا لا لا، انا ما كنتش متوقع النتيجه اللي حققتيها دي. ايه ده؟ ده انت بقيتي استاذه في التسويق، احنا لازم نرقيكي. معقول في سنتين تعملي كل ده؟ انا متشكره قوي يا فؤاد بيه على الثقه الكبيره دي. في الحقيقه انا استفدت كتير قوي من نصايحك ومن الشغل مع الزملاء في الشركه. الحمد لله يا رب الحمد لله. انا ما كنتش احلم بالثقه دي يا فؤاد بيه. لا والحمد لله، انا ثقتي دايما في محلها.